كان في لحظة كتير مؤثرة بحياتي من بعد تسلقي إلى جبل أفرست. كنت بعدني عم بنزل من الجبل على المخيم الثاني على 6400 متر، بتصل بأهلي على الساتلايت، تليفون ساتلايت، وبهنوني وبيعتذروا مني، بيقولوا لي نحن يمكن ما شفنا أنت الهدف تبعك أو أنت الرؤية لمشروعك، لانه من 2012 لل 2019 سبع سنين، يعني مش هينين انه يكون في عنده الانسان هالصبر، بس انت قدرتي وعملتي واليوم انت بطله بلبنان. فهيدي كانت شغله تقبلهم لحلمي كنت شغله انا عايزتها.